هل نجحت السيجارة الإلكترونية فعلا في إزاحة السيجارة الكلاسيكية من السوق؟ جدل مستمر لازم هذا المنتوج منذ تسويقه قبل حوالي 15 سنة، ورأى ظهورها صيدلاني صيني عدها كبديل قد يساعد المدخن على الإقلاع عن التدخين. واحد منك يبغى يقطع الكارو، أول حاجة كيدير خصو يختار دوزاج نيكوتين مناسب ليه، داكور؟ يعني مثلا في الأول غيبدا ب 12 ميلي غرام، من بعد يهود 6 ميلي غرام، هو غادي يعني 6 ميلي غرام 3 ميلي غرام حتى كيلقى راسو أنه وصل 0 ميلي غرام، ديك الساعة راه ما بقاش عنده واحد يعني ديبوندونس على ديك النيكوتين. بقاو يقولوا باللي راه كينقص من النيكوتين ولا داك الشيء، أصلا داك الشيء كامل غير دارة، بنادم بنادم يمشي يقدر يمشي ترين يحسن ليه. السجائر الإلكترونية ليست بحل، وانما هي تقدر لهذا الشاب ولا هذا الشابه اللي غيستعملهم في الاول تقدر تكون هي البدايه ديال 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 الادمان ديالو. مزيج المحلول المستعمل في هذه السيجارة تدخل في تركيبته مواد تستعمل في الصناعة الغذائية والعلاجية كالجليسيرين، فهل هذه المحاليل لها تأثيرات سلبية على صحة المدخن؟ السجارة الإلكترونية كتدوز واحد المرحلة ديال التدفئة، يعني التسخين ديال سميتو ديال داك لو او ليكيد ديال داك الماء اللي هو لو بروبيل دو غليكول، وهذاك هو اللي كيعطي داك لافابور وداك البخار، واللي الانسان المدخن كيحس به بحال يعني بحال الدخان اللي كيخرج من السجارة ديالو. ف ما عندناش يعني علم على انها تعطي مضرات. هي تقدر تزيد في الادمان، علاش تقدر تزيد في الادمان؟ بواحد السهوله اللي هي لا باتري ديال لا سيجاريت الكترونيك، لا باتري ديالها ما حدها الي شارجي، والواحد بحال تنقولوا تيصف السيجاره ديالو، ماشي كاين ان ديبو اون فا، تيطفي لا سيجاريت باش يشعلوا سيجاريت واحده اخرى، كيف يقدر يبقى يكمي فيها حتى تتسالى لا باتري باش يلفو ريشارجي. دونك النسبه ديال النيكوتين اوسي تتلعب دور، عادي ياخذ كثر ديال النيكوتين، وبعض المرات الناس تيكميو سيجاره كلاسيك لا سيجاريت كلاسيك ويزيدوا عليها سيجاريت الكترونيك، النهار اللي ترجع يدخن تلقى راسو تيكمي كثر. تعامل السيجارة الإلكترونية في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية كالسيجارة العادية، إذ يمنع بيعها لمن هم دون سن 18، في حين أفادت دراسة بريطانية حديثة أن السيجارة الإلكترونية تبقى بديلا أقل خطورة من التدخين الذي يقتل سنويا أزيد من 6 ملايين شخص في العالم.